جواريا يحتضن نادي سيرايدي أدفنتر على مدار 5 أيام البطولة الوطنية للطيران الشراعي في طبعتها الخامسة، حيث عرفت البطولة مشاركة قياسية بحوالي 90 طيار يمثلون 30 نادي من كامل التراب الوطني على لقب بطل الجزائر، من بينهم 8 فتيات، وهي أول مرة يقع الاختيار فيها في التنظيم على منطقة سيرايدي التي ترتفع بحوالي 800 متر على سطح البحر. التغطية لنصر جلال. يعني كي يكون هذا النوع من المنافسات يعني نشوفوا يعني الناس تخدم تزيد تخدم المرات، يعني كي يعاود كل واحد يروح للكلب تاعو ويطور نفسه، يعني نوع من المنافسة ويخلق يعني نوع من التطور في المستقبل ان شاء الله. بيان سور كان كاين تبادل في الخبرات في كثير من يعني في الحمد الرياضة. لله يعني الفيدرالية شافت مجهودات النادي والبوتنسيال اللي عندنا هنا في لا ريجيون، دونك ديسيدات لا فيدراسيون دير الشامبيون عندنا، هذه حاجة تشرفنا.